بسبب سايف سبيكو يموت الطفل في اليمن والصومال جوعا بينما يرمى الطعام في مزابل الرياض ومصر، ويقتل المسلم في غزة والعراق، ويقف المسلم في الأردن وباقي بلاد المسلمين عاجزا عن نصرته، ويعيش العرب السوري لاجئا في لبنان بينما اللاجئ الأرمني يعتبر من أصحاب البلد، ويستطيع الأمريكي زيارة بلاد سايف سبيكو من المحيط إلى الخليج بلا تأشيرة، بينما يحتاج العربي والمسلم لتأشيرة باهظة الثمن ليعبر تلك الحدود. وبسبب سايف سبيكو أمتنا مشلولة ضعيفة ومجزأة، ولن تقوم للأمة قائمة حتى تسقط هذه الحدود، ولن نتخلص من هذه الحدود الخبيثة حتى يصبح كل مسلم أخا لك، وكل بلد مسلمة هو بلدك، وكل إنجاز في أرض مسلمة يفرحك، وكل مصيبة فيها هي مصيبتك، ويجب أن ينقش في قلبك وعقلك وضميرك قبل الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.